يعني برهان رايح يزور سراج بكره تاني مش لوحده، معاه شكري الباشا. تصريح زياره طلع لهم هما الاثنين. شكري الباشا ومش ده طليق نورهان؟ هو بعينه. بس انا مستغربه ايه اللي لم الشامي على المغربي. طب انا مالي؟ الموضوع ده بتاعك انت، يخصك انت. هل بقى ايه اللي تقولي كلام تاني غير ده؟ تعرف اللي ممكن يحصل؟ انا لا هقول ولا هعيد. امال ايه اللي جابك؟ جايه اطمنك ان انا عندي كلمتي وانها هخلص حالي من سكات. نسبتك هتاخدها عادي جدا من سنين، ولما موضوع القرض يمشي والقريه تبقى باسمي انا هديك زي اللي هتاخده من سليم بالظبط، بس من حسابي الخاص. يعني انت هتاخد ضعف اللي كان بياخده اللي قبلك. ده عرض كريم قوي، ما كنتيش محتاجاه العرض ده، لان انا كده كده هخدمك بعناية. المهم نقول الرضا. بس انا عايز اسالك سؤال كده يعني محيرني. اسألي. هو ليه واحدة زيك تحب واحد زي فتحي؟ البت ميرفت دي تلفك وتلف عشرة زيك، خلي بالك. ها يعني رحت لنورهان وقلت لها علينا؟ يا نهار اسود، ضيعتي حقنا بعبتك وغبائك. لا بالعكس، انا عملت اللي كان لازم يتعمل واللي فيه مصلحته الكل. لا يا ستي، ازاي؟ بس حابة اشوفك انا، وانتي لو عوزتي اي حاجة بيقولي لي، ولو عرفتي اي حاجة في موضوع ميرفت ده كلميني على طول. سامعة؟ طيب مش هتسهر معايا الليلة؟ وحياة أمك يا أمرايا، لا دفعك تمن غدرك بالعنتي الغالي قوي. أنت والغندور فتحي، وغصب عن أي حد أنا اللي هقش في القهوة.